غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو 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 تفضل. أهلا وسهلا خير سلام ونعمة. أهلا وسهلا ربي يباركك. اهلا وسهلا كنيسة المسيح المعمدانية الانجيلية في هولندا. نعم صحيح. اهلا وسهلا ربي يباركك ويبارك تعب محبتك. معك ابو مريم من امريكا حضرتك. ابو مريم اهلا وسهلا. اهلا بيك. نحمد الرب. ممكن بس ناخد بركة ونتعرف على حضرتك. انا اخوك ادمون. ادمون هل حضرتك راعي قس يعني؟ انا قسيس الكنيسه. انت قسيس الكنيسه. اهلا وسهلا لعلي سعادتك بخير. نشكر الرب بما انه نحن مع الرب بخير. كلام جميل كلام طيب جدا. هللويا بريز ذا لورد هللويا. سعاده القس الفاضل ادموند حضرتك اسمك ادموند بس ولا ليك يعني فاميلي نيم ولا كيف اخي ابو مريم؟ نعم يا فندم بقول حضرتك اسمك ادمون فقط ولا ليك اسم يعني غير ادمون؟ طيب سعاده القس اسمي ادمون. نعم ادمون. طيب سعاده القس الفاضل المحترم كان عندي استفسار لو تكرمت لو في امكانيه يعني. نعم تفضل. متشكرين جدا. اولا انا بشكرك على ادبك وسعه صدرك يا فندم. حضرتك سمعت على شيء اسمه النقد النصي؟ النقد النصي كنيسة ايه؟ كنيسة ايه اخويا؟ لا مش الكنيسة، النقد النصي. النقد النقدي؟ نو مش النقد النقدي. النقد النصي، النقد النصي. نعم تفضل. انا بسأل لانه عم بسوق السيارة فالاخر. هو حضرتك مش مشكلة. هو عامة يا سعادة القس ادمون الفاضل المحترم، هو علم، هذا العلم بيحاول يأتي بنص أقرب ما يكون إلى الأصل، هو علم خاص بعلم المخطوطات لأن الأصل غير موجود، ده بيحاول يأتي بنص أقرب ما يكون إلى الأصل. النقد ده فيه نوعين، النقد الأعلى والنقد الأدنى. النقد الأعلى خاص من مؤلف الكتاب، تاريخ الكتابة، مكان الكتابة. النقد الأدنى هو نقد النصوص اللي أنا بكلمك فيه الآن، تمام؟ لا. طيب حضرتك عندك فكرة سعادتك يا فندم، هل في عندنا 27,000 مخطوط، متأسف 25,000 مخطوطة العهد الجديد، تمام؟ 25,000 مخطوطة. في عند حضرتك فكرة يعني من الذي كتب هذه المخطوطات؟ أسمائهم إيه؟ ما عنديش فكرة أخويا أبو مريم. ما عندكش فكرة. طب عند حضرتك فكرة؟ لا. عند حضرتك فكرة الأصول موجودة يعني اللي كتبوا متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا؟ الكتاب الاول النسخة الاولى هل موجودة الاصول؟ النصوص دي موجودة اكيد بس ما عنديش فكرة حتشوفها فين. طيب انا ما عنديش فكرة بس اكيد في اخوة افاضل باحثين ودارسين بس طيب. انا مش دارس الناحية دي. طيب سعادة القس الفاضل المحترم يعني في الواقع الاصول غير موجودة واللي بلام درس انجيلين زي حضرتك دائرة المعارف الكتابية ويعملها رئيس الطائفة الإنجليزية في مصر كان الدكتور القس صمويل حبيب وبيقول فيها وقد فقدت أصول أصفار العهد الجديد بلا شك الأصل غير موجود. نفس الكلام بيقوله قاموس الكتاب المقدس صفحة 844 وقد قدت المخطوطات الأصلية للعهد القديم إما باللغة العبرانية أو باللغة الأرامية وكتبت المخطوطات الأصلية للعهد الجديد باللغة اليونانية ولكن لا توجد لدينا الآن هذه المخطوطات الأصلية التي دونها كتبة الأصفار المقدسة. الأصل غير موجود، الأصول غير موجود، الأصل غير موجود. طبعا حضرتك كما تعلم سعادة القس الفاضل المحترم إن طبعا أولا أنا بشكرك على أدبك وسعة صدرك، يعني أنت راجل محترم ومؤدب عندك سعة صدر فبشكرك عليه. الشاهد هنا يا فندم عشان نتأكد إن الصورة اللي معانا النسخة طبق الأصل من الأصل لابد من وجود الأصل. كيف نتأكد النسخة اللي في ايدينا تبقى الأصل والأصل مفقود؟
صحيح. يعني مثلا اديك مثال حضرتك، انت حضرتك انا مثلا انا عايش، انا هديك مثال. اتفضل. مثال اسهل. اتفضل تحت امرك. هديك مثال اسهل. اتفضل تحت امرك. انا كنت ميت والان انا حي. ايوه. كنت اعمى والان انا ابصر. ممتاز. يعني كنت ارمي مزابل الخطية وطارات المخدرات والكوكايين والمسكر والقمار وكل متاهات على العالم، ولكني لما تعود الرب يسوع المكان من الاموات اقامني واحياني واعطاني حياة ابدية وحررني من كل خطية، وانا اعيش لمجد اسمه الان. كلام جميل جدا. فهذه الامور كلها انا لا اعقصها بعين الاعتبار، لانه انا قد اختبرت المسيح الحي الموجود. وانا ادعوك ان تختبره. ممتاز. هو حي. ممتاز. يعني حضرتك بتقول موضوع عصمة الكتاب المقدس او الاصول غير موجودة، من الذي كتب الانجيل مش مشكلة، شخ غير معروفين مش مشكلة. لا انت بتقول مش انا، انت بتقول، انا ما قلتش حاجة، انت عم بتقول مش انا. لا انت انا حكيت لك. طيب. لو انا اختبرت المسيح فقط. طيب ممتاز. انت بتقول الكلام ده. انا ما بقولش، انا ساعدت القس الفاضل، جبت لك المراجع ومراجع. لا لا, لا. انا متاكد من وجود المخطوطات. انا متاكد من وجود الاصل من اللغه العبريه والعهد القديم واليونانيه العهد الجديد. شوف احنا درسين الكلام ده، وانا مؤمن بيقين قلبي وفكري، وقد اختبرت ذاك الامر بالفعل ايضا. طيب بكل النواحي انا مؤمن. طيب. بعصمه الكتاب المقدس، بوجود اله الحي يسوع المقام من الاموات. ممتاز. الذي كان لي احب. ممتاز. انت بدك تشوف الله بالمحبه، ما راح تشوفه الا بالكتاب المقدس. اي كتاب يقول لك احب عدوك، جيب لي كتاب يقول لك احب عدوك. صحيح. احب بيقول لك احب عدوك فعلا، وبيقول لك ابغض ثمنك، ان جاء احد اليه ولا يبغض اباه وامه واخواته واخواته وحماته حتى فلا يقدر ان يكون تلميذ. حب عدوك واكره اسرتك. امين امين. حب عدوك واكره اسرتك. مش هو نفسه بيقول كده؟ خليني اجاوبك. ايوه اتفضل تحت امرك. انت عاوز تفهم الكلام ده بالروح مش بالجسد، مش بفكرك. طيب ممتاز جدا. تبغض في هذا المكان مش تبغض اي تكرهه، ولكن لا تحبهم اكثر من الله. ممتاز. تضع الله في اولويات حياتك. ممتاز. انت مش الثاني والثالث بل الاول. ممتاز. انت حضرتك قلت شيء مهم، قلت الاله الحي. ممكن تقول لي، وانت راجل عربي وانا راجل عربي، ما معنى كلمه الاله الحي؟ ما معنى الحي؟ ما معنى الحي؟ الذي قهر الموت اجرت خطيئه. لا حضرتك. لا حضرتك. لا 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 لا. الحي. اسمح لي حضرتك اسعد القس. الحي. انت بتسالني عليك انه تحترم جوابي يا حضرة الفاق. بس الجواب بتاعك غلط. الجواب غلط. انا ما بدأت الجواب. انا ما بدأت يا سعادة القس. الحي أنا يعني الجواب. يا سعادة القس الحي يعني الازلي. طيب. السرمدي. طيب انت اذا رح تحترم القديم رح تستمر معاك، اذا ما رح تحترم القديم رح تقدر وتكر. يا حضرة القس انت انت اللي اتصلت فيني مش انا اللي اتصلت. يا حضرة القس الحي يعني على الذي لا يموت. يا حضرة كيف عليك ان تتمتع بادب خلقي اصلا يعني. يا حضرة القس كيف يكون حي وميت يا سعادة القس؟ اي لغة في الدنيا الحي يعني السرمدي، يعني الازلي، يعني الذي لا يموت. وانت يسوع بيقول في رؤيا يوحنا 1:18 الحي وكنت ميتا. كيف يكون الهنا حي ومات؟ كيف يكون حي ومات؟ مات. طيب خليني اجاوبك. اتفضل. انت كانسان مسلم. مين اللي قالك انا مسلم؟ مين اللي قالك انا مسلم؟ انا قلت لك انا مسلم. انت ايه؟ طيب عرفني عن نفسك. مش انا ايه؟ انا عرفني عن نفسك. انا راجل باحث عن الحق، مش شرط الخلفيه بتاعتي. مين ايه ايمانك انت؟ يا حضرتك عبرني عن ايمانك. اقول لحضرتك انا ايماني كما يقول يسوع يقول انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. امين. يسوع يقول هذه الحياة الأبدية أن يعرفك. أمين. يسوع يقول الله الآب. أمين. يسوع يقول في يوم القيامة من يغلب فسجعله عمود في هيكل إلهي ولا يعود إلى خارج، وأكتب على اسم إلهي ومدينة إلهي أورشليم الجديدة من عند إلهي. أمين.
يسوع يقول اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. عرفت انا مين؟ من فمك ادينا، من فمك، من كلام يسوع. انت امانك مش في الانجيل، انت امانك ما في الانجيل. اسمعني، انت اصلا عندك روح تهدم، انت الروح ده مش روح الله اصلا. انت بتتكلم بادب باحترام. انا بكلمك وانت ادب. فكلامك ده الذي يبينك وتفرطك مش انا عم بسالك فقط، انا بكل احترام عم بسالك يا سعادة القس الفاضل. انت عم نفسك بنفسك مش انا يا سعادة القس. ما معنى حي؟ قول لي باللغة العربية ما معنى كلمة حي؟ افتح يوحنا 10:30. انا والاب واحد. ممتاز. واظني ان يفتح الرب عينيك انت. ممتاز. انا والاب واحد. ريلاكس. واخذ يوحنا 5:7. لا لا لا، واحدة. الذين يشهدون بالشهوات هم ثلاثة، الاب والكلمة والروح. اولا الكلام اللي انت قلته غلط، مش يوحنا 5:7، الرسالة الاولى ليوحنا 5:7. شوف حضرتك الريفرنس، المرجع غلط. انت قلت يوحنا 5:7، هي الرسالة الاولى ليوحنا 5:7. النص، ما انا سألتك في النقد النصي، انت حضرتك ابيض يا ورد ما عندكش فكرة. النص يا استاذ الكريم غير موجود في اقدم النسخ ولا صحة، وانا هجيب لك الان امام كل امام الغرب. قفل التليفون. بقول يوحنا 5:7 هي الرسالة الاولى ليوحنا 5:7. ما في ترجمة حديثة فيها النص. النص غير موجود في أي ترجمة حديثة. النص تم إضافته في نهاية القرن 15 وبداية القرن 16. أول مرة يكون النص في نسخة يونانية سنة 1522، نسخة أرامس. كان معانا لواء مباشرة الآن. الراجل بيقول لي لا لا لا، الأصل موجود. نعم الأصل موجود عند نوال بتاعة الكبريت، عند أم زكي، عند روحية الخياطة. الأصل موجود. كان معانا الآن القس أدموند من كنيسة المسيح المعمدانية الإنجيلية في هولندا. القس أدموند لو أنا قرأته صح، من كنيسة المسيح المعمدانية الإنجيلية في هولندا. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج. الحمد لله، الله أكبر، كبير، كل قدر، الله أكبر. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله، الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود، يا من جل قدرا جل قدرا. لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا سماء وأرضا.